أعياد الأم والشجرة ومناسبة نوروز كانت لها نكهة خاصة هذا العام عبر الاحتفالات التي أقيمت، ومنها في حدائق نادي الفروسية في بغداد، والتي حضرها جمع واسع من الشباب والعائلات والتجمعات المدنية بمختلف الفعاليات. رصدت الحرة خلالها العائلات واحتفالهم بأمهاتهم والدعاء لهن باعتبارهن نبع الحياة. الأجواء كلش حلوة والحمد لله، وكل عام والأمهات وأعياد نوروز إن شاء الله، وبلدنا العراق إن شاء الله يظل يزهو بالفعاليات والاحتفالات، وهذا يعني كلش حلو الجو هسه يعني بهذه، والناس متونسة والحمد لله وأمان. اليوم يعني مناسبة حلوة وعيد الأم، ويعني أجواء حلوة. عايدتي أمك؟ إي طبعاً طبعاً، اليوم يم أمي من الصبح هاني وجينا هنا الحمد لله والشكر. شو تقولين؟ وعمتي همينة، إي أنا همينة أم ثلاث أطفال. شو تقولين لكل الأمهات اليوم؟ هم الخيمة العليانة، وهم يعني اللي محلين هاي الدنيا بعيننا. تجمع طلاب الأسنان كانت لهم مساهمات خلال تقديم الفحص والاستشارات عبر وضع أدواتهم ومعداتهم، كما تحدثوا للحرة عن ذلك، بالإضافة إلى رابطة الشباب العراقي الواعي الذين وزعوا الزهور للأمهات والحاضرين. مناسبة أعياد نوروز حبينا أن نقدم خدمة فحص وتوعية صحية مناسبة يوم الصحة العالمي اللي هو صادف أمس. إحنا فرع للاتحاد العالمي لطلبة طب الأسنان، إحنا ملزمين بهالفعاليات حتى نرفع مستوى الشعب الصحي. حبينا نسوي نشاط حلو نفرح الأمهات بهذه المناسبة، ويعني باسم الرابطة فد ورد وهدايا بسيطة للأمهات، يعني ورد كلش معبر باحتفال بهذه المناسبة الحلوة. كما وشارك فريق من الشباب المتأثر بالتكنولوجيا والمسلسلات الأنمي والكرتون، وقدموا التهاني بأزيائهم المتنوعة الغريبة. كل واحد أدى سوبر هيرو يحبه، فإحنا ما نريد بس نباوع سوبر هيرو، ردنا نعيش إحنا السوبر هيرو، نصير يعني نمثل شخصية ما تتون عيشها. فالناس حبت هذا الشيء، يعني وين ما نمشي تاخذ صور أو شيء، يعني فشيء حلو. أنت يا شخصية؟ أنا لوفي من أنمي ون بيس. جينا بدعوة من فريق أنكيدو لحضور مهرجان نوروز بحدائق نادي الفروسية. كما وأطلقوا في سماء بغداد البالونات التي افتتحها السفير الياباني، التي تحمل الأمنيات والشموع مزينة الأجواء بالبهجة والتفاؤل. أجواء بهيجة عاشتها العائلة العراقية بالتزامن مع أعياد نوروز وعيد الأم وسط الكرنفالات والمهرجانات التي نظمتها التجمعات المدنية. استبرق حسن، الحرة، بغداد.